روبه ايوه طبعا. والخواجي لما دخل المنتجع كان فيه منظر، خلونا نشوفه سويا. طيب علي، نظافة الساحة الخارجية، نظافة اللوكيشنات، جلسة الشباب عند عزبة القهوة الدائمة وشكلها مكركب، الوضع النظافة تحت مستوى الصفر. هل فيها خصم؟ والله إلى الآن ما أدري. هل فيها خصم؟ هذه مشكلة. هل في اللائحة ذكر فيها خصم؟ إذا ذكر فيها خصم هذه مشكلة، إذا هم يدرون ولا نظفوا. وإذا ما ذكر فيها خصم تمام؟ لأن أذكر البنود كثيرة جدا ما يعني ما حافظها، ولا أذكر البنود عندي مصورة بجوالي بس ما تحضرني حاليا من ناحية أذكره نقطة نقطة. إذا كان في خصومات هذه مصيبة. وإن لم تكن في المصيبة تعظمه. البنود اعطوناها على الشاشة يا شباب. إذا موجودة في السي جي طلعوا لنا إياها. اعطوناها على الشاشة. خلنا نشوف. أنا أعتقد وضع النظافة مزري جدا جدا جدا. على الشاشة، في خصم على النظافة؟ في عندنا إغلاق المايك، التأخر عن الصلاة، التخلف عن الصلاة، التأخر عن حضور الفقرات، الغياب عن الفقرات، الإساءة لفريق العمل. ما اشوف في شيء. العبث بالديكور 300، يعني يبدو انه اليوم في خصم على زعيزعي زعيزعي وعلى وليد 300، وهو فوق انه اخذ الظاهر 600. لكن النظافه ما في شيء عن النظافه، ما في شيء عن النظافه. لابد ان يكون فيه محور اخرى، بس انا اقول لازم يكون فيه شيء مسؤول عن النظافه، ولابد ان يوزعون الشباب يعني مسؤوله النظافه، يكون في مسؤولين يوميين جدا. المفروض يكون في مسؤول يومي، المفروض انه يا اخي باحساسك بنفسك يا اخي قمت شيل كوبك معك يا اخي ذبه في الزباله، الله يكرمكم الملائكه والسامعين. ذبه يا اخي. كان الوضع فوضى صراحه، مقزز جدا جدا، ما هو بحلو لك لا على الشاشه ولا لك. طيب وقهوتهم؟ انا اقترح ان القهوه حقت الشباب تنقل الى المطبخ، تصير قهوتهم في المطبخ، يجهزونها ويجون يجلسون. اما مساله حوسه العزبه، العزبه خلها، رتب العزبه يا شخبوط، حطها في الزاويه. لا رتب العزبه، رتبها بشكل امثل، لان منظرها في الشاشه مو كويس. منظرها مو كويس وظاهر على زاويه، رتبها اكثر تظهر بشكل جميل جدا. طيب ليش ما يسوونها في المطبخ؟ المطبخ موجود جاهز ولوكيشن جاهز، يمكن يقصدون لانه قريب منهم، في طاولات في المطبخ، في مكانهم ياخذون راحتهم، قريب جدا مو هو بعيد عنهم زي كذا. انا مؤمن خلاص، امنا بالله خلها عندك مكانك، لا تروح لا مطبخ ولا اي لوكيشن ثاني، بس رتب المنظر لانها في الشاشه ظاهر مكركبه صراحه. طيب علي،